بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة وسواحل البحر الأحمر، تطورات الحالة الجوية خلال الساعات القادمة والجمعة والمناطق المشمولة بالأمطار، حيث تأثرت سواحل المدينة المنورة ومكة المكرمة بما في ذلك مدينة جدة صباح اليوم الخميس 24 فبراير بسحب ركامية كاسرة ممطرة بغزارة جرت على إثرها السيول في العديد من المناطق الساحلية. ويتوقع بمشيئة الله استمرار فرص الأمطار خلال الساعات القادمة على أجزاء متفرقة من الحدود الشمالية والجوف والقصيم وحائل، وتكون هذه الأمطار متوسطة الغزارة في أغلبها، ولا يستبعد أن تكون غزيرة أحياناً، كما تبقى أجزاء عدة من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تحت تأثير سحب ركامية ماطرة بما في ذلك بعض الأجزاء الساحلية منها، وتكون هذه الأمطار غزيرة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتؤدي لجريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الطرقات. أما يوم الجمعة فيتوقع أن تتراجع رقعة الأمطار مع حدوث انخفاض على درجات الحرارة في أجزاء واسعة من شمال ووسط المملكة، مع احتمالية لتجدد فرص الأمطار على سواحل مكة المكرمة بما في ذلك مدينة جدة في ساعات الصباح، كما وتشمل الأمطار أجزاء متفرقة ومحدودة إجمالا من شمال ووسط المملكة بمشيئة الله. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.